النتائج الانتخابيه كنطلبوا من الله الخير اللي يطلع يكون من الصالحه للجميع. وعاجبني الحال انا واش غنقول لك، انا زعما حنا من الناس ما عندك ما دعم، ما يمكنش واحد غادي يرجع شي حاجه، داكشي بحال بحال. انا ما نكذبش عليك، ما مهتمش، ما صوتش، ما كيهمنيش انا، ما كتهمنيش، راضي على هذا الشيء. وكنا كنتمنوا نستعرضوا يتمنوا اللي كيتمنى الشعب المغربي باش يعطيو هذاك الشيء اللي كيتمنى الشعب المغربي. لحقاش عندنا المشكل ديال الصحة، كاين المشكل ديال التعليم، كاين المشكل ديال البطالة، الناس كيمشيو كيحرقوا الخارج. خص هذا الشيء إن شاء الله كنتمنوا يكونوا عند ظن يعني الشعب دارهم فيهم الثقة، خص حتى هما يعطيو هذاك الشيء اللي عطى لهم الشعب. صراحة بغيت شخص طلعت بزاف بارك عليها. عجبني الحال، علاش ما عجبنيش؟ يلاه يا ودي عجبنا الحال، الله يا ودي صوتنا العدالة، ما نكذبوش. بالنسبة لي أنا أصلا ما انتخبتش، فهمتي، ما عنديش مع الانتخابات، وكله فين كيجبد، ما عنديش مع الانتخابات، وبعيد على ذاك العالم كاع. المغرب خاص لا يوقف به، ماشي كلشي كيقلب غير على راسه. الشباب ديالنا اكثريه ولا كيقلب غير على برا، كلشي باغي يمشي برا، علاش؟ شكون اللي غيوقف بهاد البلاد هادي؟ ما كاينش، ما انتخبناش. وهيداك اختي، ما ديما كنمشيو ننتخبوا ديما. انا دابا عندي 53 سنه، ديما كنمشي كنتخب، كان ما كاين والو. ما كنمشي للسبيطار هنايا واحد الخميس كنلقى داكشي والو، كنمشي للاداره كنلقى داكشي والو، الخدمه ما كايناش، ما كنخدموش، وانا عندي ستة العواول ما خدامش. نكذبش عليك، انا ما نصوت حتى واحد، حيت علاش؟ ما كيديروا حتى شي حاجه للمواطن ولا للبلاد ولا لاي حاجه، ما عمرهم ما يديروا لك شي حاجه، كيديروها لراسهم ووالديهم والوليدات. كاين لا عدل لا احسان لا مشيت على داك الشيء، ما صوتش نكذب عليك. كان مشيت سبيطار محمد الخامس كينعطوا فيك، تسنى النوبه تقاتل مسيب تما، مشيت المقاطعه كذلك ومثال، تقطع الى مقدم الاخر اني معاون السلطه كيقول لك راه كيف طار باقي ما جاش. كل شيء عندنا مزيان، كل شيء الله يعمر راس العو الشعب ديالنا، الله ينصره والله يخليه دائما واقف. يا ربي خليه هنا، يا ربي وبارك له في العمر محمد السادس والاسره العلويه كامله والمغرب والشعب ديالنا.